الإفلاسات موجودة هي نتيجة ظروف معينة، ظروف اقتصادية. نحن النمسا وهو جزء من أوروبا، وأوروبا جزء من العالم، ونعلم أن العالم تقطع كثيرا من جراء كورونا، هذا الوباء الذي لم نجد له نهاية لحد الآن، وأثره الاقتصادي على الشركات الكبرى ثم الشركات الصغرى. فهذا هو السبب الذي أدى إلى مجموعة من الشركات إلى الإفلاس. لكن في المقابل كذلك نجد أن في سنة 2021 حوالي أكثر من 35 ألف شركة أسست جديدة، وأن الإفلاس نظرا يعني مقارنة ب 2019 يعني مش قليل جدا، 10% 12% زيادة فقط. فلا يمكن أن نهول من هذا الإفلاس. الإفلاس كل سنة في إفلاسات، والإفلاس لا يمكن نتيجة كورونا فقط، نتيجة تسيير، نتيجة ضعف الموارد المالية، نتيجة ضعف الموارد البشرية. فلا يمكن أن نضع كل هذا على عاتق كورونا. لكن أنا الآن أتعجب كذلك من عنوان بجريدتكم أن توقيف المساعدات، المساعدات لم تتوقف أخي الكريم. نظام الكوتس أربيت بسمى ولكن الشغل هتنتهي يوم القصير، 31 مارس يا استاذ عبد العاطي. لا يا أخي الكريم غير صحيح. نظام الشغل القصير يسمى الكوتس أربيت لغاية شهر 6، الأوصفة البونوس ما يسمى مساعدة الأوصفة البونوس، فقط يسمى الفيكس كوست سوشوس أو ما يسمى الأساسيات، النظام الأساسي المساعدات الأساسية هي اللي 31 3 آخر أجل لتقديمها، وليس نعم آخر أجل. فالدعم مستمر لغاية شهر 6، دعم المساعدات كورونا هي مستمرة لشهر 6. نعم طب استاذ عبد العاطي بتفسر ايه بتفسر حضرتك بايه الكلام ان في هناك شكوى كبيره من بعض الشركات ان الوعود بالمساعدات لم تتم بالصوره العاجله التي تتماشى مع احتياجات الشركات؟ أنا هقول لك كلمة، وهنا لا أدافع عن الحكومة ولا أدافع عن أي شخص. النمسا من الدول التي دعمت الشركات، لكن هذا الدعم لم يصل إلى شركات صغرى لضعفها القانوني، لضعفها أو لضعف الوصول إلى المعلومة. أنا الآن وأنا أعمل في هذا المجال يأتوني كثير من الشركات والتي أسست سنة 2019 ويقول أنني لم أحصل على أي سنتيما من المساعدات. لماذا؟ وهذا ليس خطأ الدولة، وليس خطأ الغرفة التجارية، وإنما خطأ الشخص الذي لا يبحث، أو ممكن يكون عنده مستشار ضريبي ضعيف، أو مستشار ضريبي ليس له وقت، أو مستشار أو محاسب قانوني ليس له وقت. فهذا السبب هو. أما هناك مساعدات، هذه المساعدات تم هذا الدعم، هذه المساعدات لكل الشركات، استفادت منها الشركات الكبرى صح وبقسط كبير جدا لأنها تعلم من أين تؤكل الكتف، بينما الشركات الصغرى هي التي لم تستفيد نظرا لضعفها القانوني، نظرا لضعف وصولها إلى المعلومة. هذه لا بس ثانيا لا يعني هناك ماذا تقصد استاذ عبد العاطي بضعفها القانوني؟ يعني تكوين الشركه سواء الشركه كانت ذات سمو مساهمه محدوده او شركه افراد او شركه اسهم، يعني دي كلها اشكال قانونيه من اشكال الشركات. ايه الفرق بين ان في واحد يبقى له شكل قانوني ضعيف؟ يعني ايه المعايير بتاع الضعف القانونيه الشركه؟ انا لا اتكلم عن الشكل القانوني، وانا اتكلم بالفهم والضعف في الوصول الى المعلومات، الى المعلومات القانونيه والمعلومات والمعلومات الدعم. هذه هي الذي اقول، لان في شركات الان اصحابها لا يتقنون اللغه مثلا، وفي شركات اصحابها يتقنون اللغه ولكن لا يعلمون من اين تاتي هذا الدعم. يعني كيف يعقل ان انسان مولود بالنمسا عندما ياتي لك قبل يومين اتاني وقال انه لا يعلم ان هناك لشركات شخص واحد ليس هناك مساعدات؟ بالفعل هناك مساعدات. مثلا انا اعطيك مساعده واحده أعطتها الغرفة التجارية منذ سنة 2020 وهي مفتوحة من أواخر 2020 لكل شهر ما بين 1500 أيورو. هذه المساعدة كثير من الناس لم يقدمون عليها. هذا هو الضعف القانوني أو الضعف الوصول إلى المعلومة. نعم يعني حضرتك هذا هو تقصد السبب. اللي هو
معرفة كيفية الوصول إلى هذه المساعدات، ولكن بماذا تفسر ارتفاع أعداد الشركات التي تقدم على الإفلاس؟ ويمكن الخبير الاقتصادي أو هو الخاص بالكائس فاو اللي هي الجهة المختصة بالإفلاس بتقر زيادة أعداد الشركات نظرا لزيادة أسعار الطاقة، نظرا للحرب الأوكرانية، نظرا أيضا لكورونا. يعني بماذا تفسر رغم وجود المساعدات إلا أن هناك الكثير من الشركات تلجأ إلى الإفلاس؟ أخي الكريم، الكائس فاو هو ليس مخصص بالإفلاس. الكائس فاو هي شركة مختصة، وهي هذه الشركة موثوقة من الدولة، وهي تعطي ما يسمى الملف المالي للشركات. نعم، هذا الملف المالي التقييم المالي للشركات، هذا هو كرئيس هو يعطينا إحصائيات. هذه الإحصائيات إذا وزناها مع 2018 2019 لا تختلف إلا ب 12% زيادة. هذه أول شيء. ثانيا، لا ننسى أن في 2020 و2021 هذه كثير من الشركات انطلقت ليس للوضع العام الاقتصادي الذي يوجد الآن نتيجة كورونا، هذا ليس نتيجة المساعدات، وإنما نتيجة وضع عام اقتصادي نتيجة يعني الإغلاق، أو نتيجة أن الناس وقت كورونا أصبحت لا تهتم بشراء المقتنيات التي لا هي المقتنيات الزائدة، مثل يعني الآن أصبح كل شيء المواد الغذائية يعني يركز على المواد الغذائية لا غير، لأن كان العالم كله يمر بأزمة، وهذه الأزمة هي أزمة كورونا. هذه أول. ثانيا، بالمقابل كذلك أنا قلت لك في الأول أن هناك تم إنشاء ما يزيد على 35,000 شركة سنة 2021، وهذا رقم قياسي ممتاز. وهنا أقول، هنا لا أدافع أن أقول لك أوكي، الناس في كثير من الشركات تأزمت ماليا ليس نتيجة كورونا فقط، وإن نتيجة تسيير، نتيجة عدم المعرفة بالقوانين الاقتصادية بالبلد، نتيجة تهور كثير هذه الأشياء. وهذا هو، ولكن الشركات الجديدة أستاذ عبد العاطي كان لا يحق لها على تقديم المساعدات. يعني في البداية كان القانون بيقر المساعدات للشركات القائمة، ولكن الشركات التي أقيمت حديثا دي كانت لا تمنح، لأن المقياس أو المعيار مقياسه المالي للسنوات السابقة، لأنه هو كان بياخد يعني بالنسبة لسنة 20 كان بياخد المقياس بتاعه سنة 2019، لكن الشركات اللي هي تكونت في 2020 دي ما عندهاش سابق مالي، فكان ممنوع الشركات دي، او كانوا يعني لا يحق لهذه الشركات على تقديم المساعدات. اخي الكريم، خليني اول شيء انا افند لك انواع المساعدات. للاسف ترجمتهم بالعربيه صعب جدا. المساعده الاولى وهي الهيطف الفوند. هذه الهيطف الفوند هي من الغرفه التجاريه، كل الشركات تحصل عليها، حتى الشركات التي تاسست الى غايه 31/9/2021. إلى غاية 31/9/2021 هذه الشركات لحد الآن من حقها أن 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 أن, أن تقدم على مساعدة الهيطف الفوند. هذه أول شيء. بالنسبة للأوسفار بونوس، كلامك صحيح، الأوسفار بونوس دائما لازم يكون عندك رصيد مالي، أو رصيدك المالي في 2019 يكون أكثر ب 30% من الرصيد المالي الذي له في 2021 أو 2022. هذا صح. بالنسبة لنظام العمل القصير او الشغل القصير كوتس ابل، هذا من حق اي شركه ان تقدمه. نعم. ما دام عندك عمال ان تقدمه. واخر مساعده للنظام القصير ابتدات من 1/1/2022 وستنتهي في شهر 6/2022. هناك يعني الجزء الاول لغايه 31/3، وفي امتداد لغايه 30/6، كمان 3 شهور. صح. نعم. 3 شهور. لكن في مساعده اخرى اسمها الفيكس كوست سوشوس، هذه تقديمها لغاية 31/3. هذه مثلا الفيكس كوست سوشوس للأساسيات، مثلا الإيجار، الغاز والكهرباء، التأمينات، هذا هم لازم أن يقدم الإنسان قبل 31/3/2021. طيب، السؤال الأخير أستاذ عبد العاطي، عشان أنا عارف وقتك، أنت عند حضرتك معاد، وطبعا رغم ظروفك سمحت لنا باللقاء، ما هي توقعاتك للفترة المقبلة؟ هل هناك زيادة في أعداد الإفلاس، أم أن هناك حالة استقرار اقتصادي بين الشركات المدعمة من الحكومة؟
أتمنى كل الخير، لكن توقعاتي سلبية جدا، لأننا الآن الحرب الروسية الأوكرانية سوف تؤثر على البقية، على ما تبقى من كورونا. كورونا كانت أسهل بكثير من الحرب الأوكرانية الروسية. لماذا؟ نحن نعلم أو الكثير يعلمون أن أوكرانيا مورد غذائي للعالم، نعم من قمح ومواد. هذه الأشياء الآن سوف يكون لها خصاص على 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 أوروبا كلها بالكامل، ليس أوروبا، أوروبا ومناطق من أفريقيا صناعة وشمال أفريقيا السيارات، وكذلك في صناعة السيارات بتتأثر، متأثرة تأثير أتعطى كبير جدا. كبير جدا، لأن الكل يتكلم على أوكرانيا غاز، أن سوف يتعطل أوروبا من الغاز الروسي. إيه لو كانت الأزمة فقط غاز روسي، الأزمة هي نعم أزمة غذائية، ونحن مقبولين ولا مقبلين على أزمة غذائية كبرى جدا. أتمنى الله لنا والجميع اللطف، يعني لأن الموضوع الآن تظهر فيه هذه الدولة كيف كانت تغذي العالم، رغم أن الدولة فيها فساد وفيها نهب لأنها ضعيفة سياسيا واقتصاديا. الآن سوف تؤثر على الأزمة الاقتصادية كذلك بأوروبا وعلى النمسا، والأسعار سوف تزداد على مستوى العالم. ويشد الخناق على النمسا، ويشد الخناق على النمسا وعلى مستوى العالم. يعني ننتظر إفلاسات، لكن نتمنى الخير للجميع. الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد العاطي كريمي، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بكم. وننتظر